بن حسن أخصائية التغذية. صباح النور وصباح الفل. صباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل واللي يشوفوا فينا. كما قلنا اليوم بقدرة ربي باش نحكيو على حاجة تغيز امبوغتون على الاخر تهم برشا عباد الكبار والصغار والنسي والرجال فوالا ولات برشا يعني ولات تقع عليها توندونس. اي فوالا اليوم باش نحكيو عليها. متقطع اي اي الصيام المتقطع سي با ان ريجيم اليمونتيغ على خاطر الريجيم اليمونتيغ الحميه الغذائيه لازمها تكون متركزة على حريرات معينة دي كالوري نعملوهم سلون كل عبد قداش لو بيزوان تاعو سلون لوبجيكتيف كيك سوا باش يزيد في الميزان شي ينقص قداش عنده مازال له شحم باش يحب ينقصهم قداش البيريود هوني نوليو نخدموا باللي كالوري الوغ كو الصيام المتقطع اللي هو يعتبر كي ميثود كي تكنيك نستعملوها باش نوصل للوبجيكتيف نتاعنا. هي الصيام المتقطع توا نعرف برشا عباد يعملوا به مي راهو ما تنجم توصل للوبجيكتيف نتاعك الا ما تكون تتبع طريقه صحيه مش تعمل جون انترميتون تعمل ميثود فوالا تاكل كيما تحب فوالا اكزاكتومون وهذاك هو اللي فهم برشا عباد يعملوا اغلاط فيه اللي هما باش نصلحوا لهم الافكار الغالطه هذو اللي هما باغ اكزومبل يقول لك يتبع الصيام العكسي اللي هو يقول لك ناكل خمسة ايام ونصوم نهارين والا نعمل نهار صيام ونهارين افطار واللي هو ما نجمش يداوم عليه برشا اي سورتو كي يبدا ماهوش بيان كونترولي على خاطر يولي ياكل فيه نامبورت كوا وياكل فيه وجبات حتى يوصل ل 500 كالوري باغ جور اللي هما شويه بالكل تلقاه هو يخدم ولا يقرا ولا يمشي يعمل اكتيفيتي فيزيك ولا معناه يتحرك في نهاره معناه ماهوش سيدونتيغ ويعمل بدنه يولي يطلب اكثر دي كالوري وهو مش يعطي فيه على خاطر المده قصيره نتاع الوقت نتاع الصيام هذاك. هيك عليه ماذا بينا تكون بيان كونترولي بور ايفيتي هذاك الفاتيك اللي يصير هو ديجا في رمضان بركه معناها مع الصيام وكل نلاحظوا انه يصير كالتعب الفاتيك الدوخه بوركوا با نعاونوا بدي كومبليمون اليمونتيغ. هيك عليه في الصيام متقطع حتى كي عبد يبدا باش يبدا يا حبذا انه يعمل لي بيلون نتاعو اللازمين باش يعرف روحه كان فما معناها فيتامين والا معناها حاجه من النواقص في بدنه نكملوهم قبل كل شيء. وما نجمش زاد واحد عنده امراض الطبيب يقول له ما تصومش ويعمل صيام متقطع ما نجمش. بيان سور كو نو احنا فما بليزيور ميثود هنا باش نحكيو عليهم مي راهو صيام متقطع نافع برشا للبدن معناها ابار كو تنجم عبد يستعمله باش نقصوا في الميزان باش نوصل للوبجيكتيف نتاعنا للصحه على خاطر ديجا احنا كي نقولوا رمضان نقولوا الصيام نقولوا ديتوكسيفيكاسيون للبدن كل السموم اللي مخزنين في البدن الكل ينجموا يخرجوا ينضافوا بالباهي بالباهي او ميم طون زيد العباد اللي عندهم باغ اكزومبل بيرتورباسيون في الجليسيمي نتاع السكر الجون انترميتون يعاونهم بالباهي بالباهي نحكي على التيب 2 معناها مش التيب 1 اللي بالانسولين كيف كيف زاد العباد اللي عندهم بيرتورباسيون في الكوليسترول هذم لي ريشيرش اللي ثبتت انه عندهم علاقه انه يعمل لك ليكيليبر كي تكون مواظب وتعرف شنو تاكل. هوني تو باش نحكيو على الصيام المتقطع كيفاه نستخدموه بطريقه صحيه وتكون متوازنه وسلون البدن نتاعنا باش ما نتعرضوش للمخلفات الاخرين الخايبين اللي هو صيام متقطع اللي ننصحوا به اللي هو 16-8. اش معناها؟ معناها ناكلوا 8 سوايع ونصوموا 16 ساعة. 16 ساعة نجموا نحسبوا الوقت نتاع الليل معاها. أني من محبذ أنه نقول لهم سورتو الغلطة زادة اللي يعملوها اللي يقول لك هاني اليوم بديت باغ اكزومبل من نص النهار للثمانية هذوك 8 سوايع ألوغ كو غدوة نبدا من 11 للسبعة هاكا 8 سوايع. لا معناها يقول لك في الاخر هنا عملت 8 سوايع كل نهار نعمل في 8 سوايع 16 ساعه لا ماذا بينا كي نختاروا حاجه معناها من نص النهار لثمانية نقعدوا بها البريود اللي احنا باش نختاروا الصيام متقطع الكل عليه خاطر فما دي زورمون وقتها يصير لهم سيكريسيون كيف كيف زاد يستانس البدن في الوقت هذاك اللي هو باش يصفي باش ينظف الامعاء ترتاح معاه الصباح ما تفطرش ما تفطرش كمل حتى النص النهار باغ اكزومبل يا اما النص النهار فما شكون يتساعدوا انه من نص النهار حتى للثمانيه انه في الصباح خاطر هو الاوقات 16 ساعه هذوك زيرو كالوري حتى حريره ما لازمها تدخل شنو معناها؟ الماء قهوه كحله من غير سكر من غير حتى نكته حليب وبيان لي تيزان
اي حاجه ما فيهاش حريرات، مش يجي يقول لي والله تو فقوصه ولا كعبه نعرشيني شويه ليتو ولا تفيحه شنو فيها، فهمت؟ لا سورتو يقول لك الخضره شنو فيها، لا راهو فما اي كالوري، والا القهوه يقول لك والله قهوتي فيها شويه حليب، هوني ما عملنا حتى شيء. في وقت الصيام اللي هو قبل نص النهار وبعد الثمانيه انت غدي باش ناخذ حتى شيء، مي سي اوبليغاتوار انه نشرب كونتيتي كبيره نتاع ماء. اللي العباد اللي ما تشربش الماء ما ينجحش الصيام المتقطع، على خاطر احنا ديجا الواعي عاملينه باش المعاء ترتاح وباش ننظفوا البدن، هيك عليه نعاونوا برشا في الصيام المتقطع، يمشي معاه برشا زاده ليكيد، معناها نكثروا برشا من الليكيد باش نجموا نوصلوا للاوبجيكتيف نتاعنا. كيف كيف زاده حتى اللي راهو للعباد اللي يبداو من العشره للسته، فما شكون تساعدوا انه يقول لك سنون الوقت نتاعي ما نجمش اني نص النهار، فما شكون عنده بوز العشرة وبعد يروح مادي ساعتين باكزومبل للدار يفطر فطور ويقول لك الستة ناكل غوتي هكا يا غرت ناخو البن ناخو غلة ناخو شوية فغويسيك وكهو سلون شنو يساعدك، اما ديما تسنس روحك بنفس الريتم باش لي زومون والفيزيولوجي نتاعك وقت تستين تولي هذاك هو الوقت نتاعك، مش تعمل تواصل ثمانية سوايع في الوقت هذا غدوة تبدلهم في الوقت الاخر. اكزاكتومون هي البرشا يعملوها ويقول لك شبيه ماهوش قاعد يمشي معايا، شبيه البدن نتاعي ماهوش قاعد يتحرك. اي سورتو زيد حاجه اخرى ننصحوا بها في الصيام المتقطع، انه كي يبدا عبد عنده بلوكاج، لاحظوا العبيد برشا عبيد يبداو يعملوا في ريجيم نورمال فطور صباح فطور قايله والعشاء دي كالوري معينين، يصير كل بلوكاج الجيل انترميتون يعاون بالبي في الفاز دو بلوكاج هذيك. نلاحظوا انه على خاطر ديجا الريتم باش يتبدل، العمليه الهضم مش كيما قبل كيما وقتها، اللي كالوري باش يتبدلوا الاوقات نتاعهم اوتوماتيكمون حتى يكسر الريتم، فهمت؟ يكسر الريتم ويعاون. كيف كيف زاد العبيد اللي يعملوا سبور راهو جون انترميتون عمره ما كان يضر، او كونترير يعاون بالبي في ليكيليبر زاد نتاع لي زورمون حتى نتاع في البيريود في الوقت هذاك اللي هو ساي ليه بوركوا با او كونتري باغ اكزومبل هو يترينا باغ اكزومبل باش يبدا من 11 للسبعه، علاش كي يترينا العشره نتاع الصباح وبعد ديريكتومون يمشي يفطر معناها يمشي يترينا اجان او كونتري هذيك يعاونوا ديجا باش يزيد يحرق. هوني نحكي العبيد اللي يحبوا ينقصوا في الميزان، فما زاده شكون يعملها مود في مود في يقول لك اني حسيت روحي بلو اليز، فما برشا تاو باسيونيت يقول لك اني كي استعملت الصيام متقطع نحس عمليه الهضم تكون مرتاحه، كل شيء نحس روحي بلو هكا خفيف هكا وكل هذا، ما يسالش انه تولي تستعملها بيريود هذيك الكل، ما يسالش، اما في صوره ما تقلقت تولي تقص والا ترجع للطبيب نتاعك تكونش انت ناقص في لي كالوري اللي انت لازم تستعملها. فوالا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، ان شاء الله نهارك زين. صافي بن حسن اخصائيه التغذيه، دونك السؤال الاخريني اللي عندهم امراض كيما الشرايين القلب كيما اللي هما معناتها الطبيب يقول لك لازم عندك الدواء تاخذه بالوقت ولازم تاكل حتى يغرط حاجه هكايا، دونك هذوكم من غير ما يعملوا صيام متقطع ياخذوا دواهم والا ينجموا يعملوا صيام متقطع ويبدلوا الوقت الدواء نتاعهم؟ هو توا فما دي ريشيرش اصلا لي مالادي كارديو فاسكولير كي تبدا جون انترميتون بيان اكيليبري، نحكي مش تحط لي 500 كالوري وبعد تقول لي جون انترميتون، لا معناها يبدا قاعد تدخل في لي بيزوان نتاعك الاحتياجات نتاعك اليوميه، بوركوا با كي تبدا مباشر مع الطبيب نتاعك وتعلموا بالحاجه هذيك هو يولي نجم يبدل لك. هو يمنعوك من الصيام حتى في رمضان. فوالا هذاك علاش يقول لك بيان سور ماناش نحكيو على العباد هذوك اللي الصيام انتيغدي، معناها اوتوماتيكمون هذوك لازمهم بوتيتر كل ساعتين ولا ثلاثه سوايع لازمهم ياكلوا حاجه. حاجه صغيره هذوك سي نورمال انتيغدي لهم الصيام المتقطع حتى لو كان تكون الدوغي نتاع كل شيء، كان هو مستانس يقوم مؤخر مستانس معناها انه يقوم ل 11 اوتوماتيكمون هذيك هي اول حاجه شي يبدا بها ويقول لك نرقد ديجا اني بكري مع 8 شن سكر 9 7 ما يقلقنيش وقتها ما يقلقش ماهوش باش يبدل الريتم دو في نتاعو على خاطر سي متقطع. ما يعملوا حتى الا باستشاره. فما امراض اخرى خلاف القلب اللي تخليك ما تعملش هو هنا قلت لك توا هو اون جينيرال حتى قلت لك المالادي كارديو فاسكولير معناها امراض الشرايين والقلب توا منصوح بيه جون انترميتون، مي كي يبدا انت مسموح لك مسموح لك من الطبيب نتاعك تباشر، سينو ما فماش حتى مرض ينجم يعني قلنا سورتو كي يبدا
متوازن ومتكامل وانت تدخل في الاحتياجات نتاعك، مش تحرم روحك وتقولي صيام متقطع. وقتا نوليو ندخلوا في مشاكل صحيه، تولي في مشاكل صحيه اخرى وتولي عرضه لامراض اخرى أبغ الحاجه اللي عندك. فوالا ميرسي بوكو، يعيشك ان شاء الله، نهارك زين، نهارك اسعد الايام. نمشيو لفقرتنا اللي من بعد اللي هي إليغانس. درما فيك المنتوج اللي هو النساء الكل تحبوا على خاطر به للبول الشعر، عندهم لي برودوي اللي يهموا المراه الكل بصفه عامه. دونك معنا غفران قريشي، صباح النور. عسلامة. صباح الفل. دونك الفيتامين سي هذايا اللي قدامك، هذا الباك تحكي لنا عليه شنو صالح للبوم تاعنا، شنو يعمل للبوم تاعنا. داكوغ بيان سور، احنا كي نقولوا فيتامين سي نقولوا كوديكلا والتفتيح، والبلوس اللي عندنا احنا في الباك نتاع ديرما فيك ان زدنا فيتامين او. ودراسات اثبتت انه لي دو فيتامين مع بعضهم يعطيو افي اقوى واحسن. واحنا كيما قلت لك ديما نحاولوا نحسنوا في الجوده نتاعنا. والفيتامين سي نتاعنا سبيسيال بويسك تنجم تستعملوا في انواع البشره الكل. يعني الحساسه الجافه ما فماش حتى مشكل، يعني يمشي مع جميع انواع البشره، ما يضرش، معناتها ما يعملش تهيج للبوم تاعنا. والا خاطر الفيتامين سي برشا يقول لك ينجم يكون قوي، ينجم يكون عنده البوم تاعي ما تتحملوش. هو دونك فيه الفيتامين او معاه اللي يخليه والهايلورونيك اسيد باهي برشا ما يعمل حتى شيء. دونك ما يخوفش خاطر سنسيبل. فوالا ما يخوفش خاطر احنا نستعملوا فيتامين سي سبيسيال كما قلت لك، زاد الفيتامين او والهايلورونيك اسيد. دونك هذوما الكل كي يتجمعوا مع بعضهم باش اكيد باش يعطيونا افي اقوى واحسن. والبول يلزمها الفيتامين سي اكيد، خاطر باش تكون صافيه وما فيهش ديتاج، ما فيهش بقايا على الحبوب. فوالا فما برشا كتبت حبه تخلي التراس نتاعها، تستعمل فيتامين سي حتى كان فما حبه تتنحى من غير ما تخلي فوالا تشيح الحبه والتراس داكني ما تقعدش معناها اي بلاصه داكنه في الوجه ما تقعدش جمله. على خاطر احنا كيما قاعده تشوف كريم وسيروم، يعني زوز مع بعضهم طيب. والكريم وسيروم نستعملهم في الليل. في الليل في النهار لا. لا لا في النهار لا. في الليل خاطر ما يلزمش الشمس. اوكي. كيفاش طريقة الاستعمال نتاعهم؟ لازم أول حاجة يكون الوجه نظيف وشايح. الوجه نظيف. نظيف وشايح زادة مش مبلول ولا حاجة. وأول حاجة نستعملوها السيروم ونرتحوا 15 مينوت ونحطوا الكريم. فوالا خاطر نحطوا السيروم كي تشربوا البوم تاعك 15 مينوت المستحسن نخليو 15 مينوت احنا باش هاكا يعني البو تشرب السيروم باش من بعديك نحطوا الكريم. داكوغ. وراو الايفي من اول استعمال، يعني من اول استعمال باش تشوف البو نتاعك لاحظ الفرق، تشوف الكلاف في وجهك، باش تحس انه وجهك سوفت اكثر. اوكي دونك ننظفوا البو نتاعنا، نعملوا السيروم، نستنيو 15 مينوت ونحطوا الكريم. فوالا يعطيك الصحة. فما حاجة أخرى في الباك هذا تحب تقولها عليها؟ والله لي فما هذيك هو. أوكي يعطيك الصحة، ميرسي ديرما فيك على الباك هذا المزيان. نكملوا مع بعضنا ونمشيوا لشيراز المسيري والطاقة الإيجابية. ميرسي. عايشك. شيراز تحب قهوة؟ تشربها بالسكر ولا بليش؟ لا بليش انا. بليش دونك حاضره ميلا سيي وبليش سكر، وقل لي القهوه بنينه ولا لا؟ مش هكاك كي نحكيو نحكيو واحنا فاهمين رواحنا. سورتو اي اسمع تو نقول لك فرحه بشيراز عملت قهوه واحنا لا بدنا القهوه. خاطر تو خطر لي باش نعمل قهوه هذيك. علاش؟ عايشك يا ليلى. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والأحوال كل والخضار ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله صباح الخير للمشاهدين وجوه الخير ان شاء الله يا ربي. يا ربي اليوم باش نحكيو في طاقة الأسماء. اي كنتي لاحظت انا ليا برشا ما حكيتش في طاقة الأسماء. صحيح. انا يعني اخذت دروس من عند ناس في المشرق. اي داكوغ. دونك اللي لاحظته شويه هو ما يعطيهم الصحه وعلم صحيح وكل شيء، لكن نلقى في حاجات اللي لا تتماشى كي تتدبر انت في مثلا اسماء الله الحسنى. وي.
ويقول لك مثلا هما فما اسامي اللي توفى بالنون تكون يعني عندها حاجه خايبه وعراقيل اي سيتيرا اي بها عنا اسم الرحمن. قعدت اتدبر في اسامي الله الحسنى. ثاني حاجه تتذكرش في التسعينات كانت عنا غنيه هي غنيه دينيه نسأل الله مع الألف الألفة مع الباء البركة تذكرش فهمت دونك قلت غيانة ديفينيتيف هو ربي قال يعني وعلم آدم الأسماء كلها وسبحانه ربي هو اللي علم آدم بهي دونك اللي نسمع فيه مثلا في الأستاذة اللي قراتني أنا مشرقية هي معروفة ما غير ما نسميها تقول لك آدم طاقة الدم وطاقة غير جميلة وطاقة هو ربي سماه فكيف يعقل أنه الله يسمي اسم ذو طاقة سلبية دونك أكيد مش يكون هو سيد الخلق آدم دونك الدراسات تختلف هنا دونك الدراسات تختلف أنا اليوم تختلف حسب الديانات أو تحسب شنو شوف هما الدين اللي أنا تعلمت معهم مسلمين أنا ما تعلمتش على اتبقى التفسير للأشياء وللأسماء لاحظت اللي فيه شوية كوميرس أوكي. يعني شوية شو شوية أنا نعطيك اسم طاقته خايبة باش تجيني تعمل كونسلتاسيون وتقولي مالا شنو نعمل في اسمي وكيفاش ويتشاءم الإنسان فهمتك. أنا منيش موجودة باش نعطي طاقة سلبية أنا هوني باش نعطي طاقة إيجابية إيجابية دونك قررت أني قلت منيش باش نكتفي بهذا بر أنا عمري ما نكتفي بعلم واحد يعني أنا مفتوحة على العلوم عملت الدراسة أنا تدبرت فيها إن شاء الله نتوافق فيها لو باش تكون دراسة أحسن من دراسات يا ربي إن شاء الله نتوافق فيها ياخذوها هما العالم الكل ياخذ دراسة نتاعك في بالك أنت أول مرة مازال ما تكتبش يعني أني مام با تابي مازال هكا في بداياته مكتوب على الأوراق يعني قلت الله الله بقدرة ربي التاسعة ومادام كوثر وجوه الخير وجوه الخير خليني نتفرج فينا وجوه الخير اللي تفرجوا فينا خليني نبدا إن شاء الله نمشي ونبداو بحرف الألف نبداو بحرف الألف أما حبيت نقول لك حاجة مثلا هما الوالدين مستحيل يسميوا أولادهم باسم خايب أي. ما ينويلوش الخايب هو ينويلوا الحظ في الدنيا نقولوا ربي إن شاء الله كانوا بنية يزين سعدة كانوا وليد إن شاء الله ذو هيبة وذو قيمة أي. دونك احنا ديما دونك الأسامي هذية لازمنا نعطيه طاقة إيجابية فيها خلينا سيدي نبدأ بطاقة الألف برشا الناس مثلا يقول لك للألف عراقيل وعكوسات أول حاجة هو أول حرف في الحروف الأبجدية هو حرف العقل كي جيت نشوف أنا في الحاجات اللي فيها الألف نلقاها حرف العقل حرف الجدية الناس ذوما اللي يبدأ اسمهم بالألف تلقاهم طموحين عندهم إصرار ويوصلوا يوصلوا معناها بقدرة ربي يوصلوا على خاطر ربي. عندهم إصرار شديد أنهم يوصلوا للأهداف متاعهم الصفات متاعهم قلناها اللي هو طموح عنده الحماس عنده الأفكار الإبداعية ديما تلقاه مبدع اللي كل سواء بنية ولا وليد فهمت مثلا عندنا برشا اسامي حلوين أحمد إدريس إسماعيل أميمة أمال هذوما الكل أميمة تلقى أميمة بتاع الأعداد ولا أميمة الكل والله أنا قلت كيكة من غير أميمة طالع أي نعرف أما هي واحدة هي واحدة منهم وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سي فغي اللي العباد هذوما باغ إكزومبل تلقاهم سريعي الغضب لكن قلبهم من داخل طيب جدا وفي ساعة ما يطفيو معناها مش كل قلبك الحاسوب شوية حرف الراء مثلا فما برشا عباد يقول لك بون الراء معروف هو دلاله الرزق لكن نقول لك اذا كان مكسوره فرزقك قليل ري اذا كان رو فعندك بعض العراقيل وبعض الدرشم هو الراء يعني هو حرف الرزق ما الصفات نتاعو مثلا انه يكون انسان واثق بروحه قوي احيانا يتصف بالغرور الناس توصفه الناس ما هو في بالك حاجه مدام كوثر
كي نتكلم معك بصفة ما نقولك مثلا مدام كوثر أنت كذا، من الحاجات السلبية مثلا والإيجابية أنا نخرج لك اللي في روحي، أنا نعمل عليك في بروجيكسيون داكو، ينجم يقولوا غرور، أنا راثقة بالنفس. علاش يكون غرور؟ دونك تلقاه طيب رقيق القلب رغمك اللي نعتوه العباد تلقاه ييسر ضحي يضحي ومعطاء جدا. يحب الاستقلال المادي والاستقلال الاجتماعي. ديما اللي عندهم الراء في الاسامي متاعهم عندهم الاصرار، ولازم ربي باش يفتح عليهم ان شاء الله براء الرزق. ان شاء الله ان شاء الله بقدره براء الرزق. براء الرزق ريما، ديما ماذا بيا ديما ريما. مثلا من الاسماء اللي انا كي قراوهم لي قراوني اللي هما اسماء ياسر سلبية، شنو كيما رباب مثلا، رباب يقول لك رباب، والبي لما الحرف كي يتكرر مرتين ماهوش بي. لماذا؟ علاش؟ هو باء البركة، هو راء الرزق. يعني عندها بركتين ورزق. الله الله، اسمح له يعني اسمح له. عندنا رماس كان ياسر مثلا أسيل. أسيل وين نسمع شكون يحكي على أسيل يحكي عليه بصفة ياسر سلبية. ايه عليه طلع اسمح له. لا اسم جميل فيه الراء. تحفون ما تنسيش ان احنا الباء والراء مثلا الباء من الباسط، الراء من الرحمن من الرحيم. فكيف يكون الراء ولا حاجة خايبة؟ حاجة خايبة صحيح. عندنا مثلا رماس يقولوا مثلا رماس مش باهي، والا ريم ريم ديما نقول انا ريما لتقويه حظوظ في الاسامي. رسلان شنو نقول لك؟ ريما ريما بربي عود قايد ديما ريما. يا ريم بدلك الالف خلينا نوب عليك ربي. ان شاء الله يا ربي نشوف ان شاء الله. شوف حبيبتي الرزق انواع كثيره قلتها لك، مش كان في المال. الرزق صحتك، الرزق ساعاتك، الرزق قلبك، الرزق انك ربي يبدا راضي عليك، وانك عندك عائله محبه داكوغ، تبدا دارك مليانه بالحب. حتى كان فما ديار بسيطه نعمه من الله، اما مليانه بالحب خير. أنا حكيت الديار البسيطه هذه اقسم بالله العظيم لين يقول فيها كالشعبويه اللي يعملوا فيها. ساعات تعرف تدخل دار تلقاها مش بسيطة، أكثر من بسيطة. دار دخلني لها فرشة جريري مفروشين هكا محليهم الملحفة فوقهم نظيفة، حتى كل الوحود متاحة، حتى التي ملي تدخل قلبك هكا ينشرح، ينشرح وانت داخلة ما فماش حاجة معناتها كبير. وبعد كي تقعد كل مرأة واستقبالها وترف الخبز اللي عملت وفرحت بيك يا الراحة بعينها، إلا ريتها في بلاصة كان عندك المرأة دي. والنظافة والعفافة بحاجات البسيطة على الأخر، هذيك هو توا. هذيك الراحة. أنا الراحة حتى في الفانكشوي احنا ديما نقولوا في الفانكشوي راهو تنجم تكون دار بسيطة جدا ومليانة بالطاقة وريحة جميلة واللي تحب عليه الكل. وتنجم تكون مش معناها الديار المضخمة خايبين، ما لازمناش نبدا عندنا تفكير خايب. لا لا أنا نحكي لك، أنا نحكي معناها مش مربوطة بالدار، مش مربوط مش مربوط به. عندنا مثلا رسلين، كان ياسر رسلين يقولوا طاقة سل الس واللام مش باهين مع بعضهم. يا أخي لماذا؟ خلينا رسلين فيه الراء، في ساء السيادة، فيه النون اللي كما قلت لك الغناء اللي نحن كنا كالدينية اللي حافظينها به. عندنا حرف الكاف هو الكمال، هو كل شيء، هو الكل. ديما يقولوا باغ اكزامبل فما اسامي يقول لك في وسط الكلمه وفي اخر الكلمه، ولا الك ديما هي الكمال. هو الله الكامل. كان هو كامل، احنا مانيش كاملين صحيح، صاحب الجلال والاكرام. هو الكريم. اذا من الاسماء لقينا كمال، كريم، كرم. الأسماء هذه كلها جميلة وتعطي طاقة إيجابية. وفيها راء الرزق، وفيها كاء الكمال، وفيها ميم المال. فجميل جدا الأسماء هذه.
ب تحب نعملوا حرف الميم؟ نعملوا حرف الميم. نعملوا حرف الميم. ب احنا قلنا ديجا اللي الصفات نتاع حرف الميم هو حرف المال. اي ب ديما مسيطر نوعا ما، يعني عنده، انا ما نقولش بلوتو هما السيطرة مش في الصنص متاع يطغى عليك ويتجبر، لا لا، لكن عنده أكل القوة متاع الشخصية. ميلي بلاستو. ميلي بلاستو يرحم بوك. بالضبط. متفائل، قوي الشخصية، عنده دور طاقة القائد. دونك ديما تلقاهم اللي عندهم ميم عندهم دور القائد. ياسر هكا معناه يمشي معاهم للآخر خاطر واثقين من أرواحهم. رغم شوية عصبية لكنهم طيبي القلب. مثلا عندنا معتز. ياسر حلو. المعتز مثلا، أنا معتز ديما نفضل معتز أنه يكون إما بالألف واللام المعتز. المعتز. أو نزيدوا معتز بدين الله أو معتز بالله. هو يحبذ يقول لك المعتز بدين الله او المعتز بالله. محليه الاسم هذاك خاطر نزيدوه الالف واللام دونك يوالي به برشا. عندنا ملاك، مالك، الاسامي الجميله جدا، المنجيه من النجاة. احنا بركه عندنا منجيه، راه تونس بركه. محرزيه زاده عندنا اسم جميل جدا، جميل كله حروف نورانيه ديما الحلوه للاخر. الاسامي هذيك عندنا سعيده من السعادة، عن عزيزة من من السعادة من العز. سعيدة. دونك اسامي ياسر جميلة. علاش بالعكس عندنا منيا. اما ديما مثلا ديما نفتحوا الراء، نفتحوا الحرف الاخراني. منيا. منيا سعيدة. مربوطة لي. فهمت؟ مثلا تو مثلا سعيدة. في اللي قريته انا وانا تتلمذت، يعني كما قلت لك على مشرقيين كبار جدا والناس كل تعرفهم. يقول لك مثلا اذا كان تفتح الداء فهو هو داء، بسم الله عليك. ليه؟ هو سياده. علاش ما يكون سياده؟ اذا خلينا، علاش انت العبد تمشي تقول له روح اسمك فيه كذا؟ في بالك الدراسه اللي انا نعمل فيها هذية لمت علم الأحرف والأعداد والأسماء مع تحليل الشخصية مع علم النفس. أوكي. معناتها ينجم يختلف الاسم نفسه، الاسم من كرم اللي قلت أنت اسم ممتاز جدا، من شخص لشخص ينجم يتبدل. ينجم يتبدل حسب الشخصية نتاعو. حسب الشخصية نتاعو. حسب الشخصية مش حسب الحروف. به حسب الشخصية نتاعو وحسب طاقته، يعني العنصر الطاقي نتاعو اسكو يمشي معاه العناصر هذيك ولا لا. اوكي. نعملوا حرف الفاء. نعملوا حرف الفاء. نعملوا حرف الفاء. ديما حرف الفاء فيه بوليميك. عليه ديجا هما اللي قراوني زوز ديما يتعاركوا عليه حرف الفاء، خاطر ديما يقولوا يربطوه ديما بالفراق. داكوغ، اللي هو مش صحيح. علاش مش فرج؟ فرح. فرح. سفر. اذا حرف الفاء عليه انا نجي لعبد نقول له اسمك وفاء، اسمك فيه فراق، عليه نقول له فيه فرج، فيه سفر، فيه فرحه ايجابيه الكل. يعني هذا، يعني علاش نمشي للسلبي؟ وحسب شخصية العبد. بالعكس ممكن أنا كي نقول له الكلام هذايا كي نفسر له أنا اسمه بالطريقة هذايا نبدل له حياته. إذا هنا هذاك دوري نحسه. أي صحيح. مش أني دوري أني نحفظ الكلام كما كنت قبل نحفظه ونقوله. وذيك علاش وندفع فلوس باش نقول باش تعملها لنا في كتاب. كلها باش نكملها. قلت لك راني نزلت ما حتى جولي باتابي. نعملها كتاب. إن شاء الله بقدرة ربي. عندنا مثلا فاطمة. فاطمة ديما من الأفضل نعيطوا فطوم. تذكر كما قبل. فطومة وفطوم. فطاقتها فرج. بقدرة ربي وتنال اللي تحبها هي. مثلا قبل كنا ياسر نسميه مثلا في اللي تعلمته انا وقلت راهو مش معناها جو مو كونتخودي نو، تعلمت على الاساتذه وبدون تدبر. لكن كي كملت التعليم تاعي وخذيت الشهاده قلت انا وين؟ اي خاطر وقتها بديت تتعمق في الحاجه، وليت نتعمق فيها. وليت اتدبر فيها حتى اذا كان ما معناها ما جو بريتون با اني انا ياسر عالمه في القران ولا في الحاجه هذه، لكن بحاجتي البسيطه. اي
نقول علاش ليه ما يكونش هكايا الاسم. اذا مثلا حرف النون حرف النون تو مثلا جيهان سليمان مروان كل شيء كانوا يقولوا النون في اخر الاسم فهو تعب وعراقيل ولا ايه والرحمن والمهيمن والمؤمن اسماء الله كيفاش نجم النون هذيك. اذا فتدبرت قلت النون ليس بشرطه ان يكون عراقيل هو اسم من اسماء الله. احنا الريفيرنس نتاعنا شنو كمسلمين؟ اسماء الله الحسنى والقران. القران هو ديجا يوفى بالنون. ايه القران صحيح. داكوغ بي عندنا مثلا كما قلت لك الرحمن المؤمن المهيمن مروان حرف راء هو رزق. ايه الماء هو ملك. ايه علاش ليه؟ الالف هو الانفراج. اكلوا الالف هو الانفراج. علاش انا مروان هو ديجا بتاتخ نفسيته تعبه شويه وانا نقول له مروان والله هي. وان بلوس اكتشفت اللي غير صحيح يعني ماهوش علم دقيق للاخر هو الجمل دقيق. أي. انك تحسب قداش يكمل هذايا بالدراسه الطاقيه اللي نعملوها نحن في الفانكشوي باش نفرقوا بين شخصيه واخرى من شخص لشخص نعدلوا في الاسم هذيك وفما تعديل يكون جميل جدا. والدراسه الطاقيه كيفاش تاخذ معناتها بالدات دو نيسونس بتاريخ الولاده وساعه الولاده. هذا في الفانكشوي ونحكيو فيه مره اخرى ان شاء الله. في الفانكشوي نخرجوا حاجه ما نسميوها البازي. البازي هذه تعطيك لاديان انرجيتيك نتاعك. ريت انت عندك اديان في بدنك في عندنا أدين طاقي طاقي فهمت عندنا حمض نووي طاقي يختلف منك ليا ليه ليه يختلف. هذا اكيد جدا به نتصور لي صحيحه 100% به اخر حرف الانسان عنده طاقه خاصه به مش اخر حرف الياء ديما مثلا هذا زاد عليه بوليميك الياء اللي ديما يقولوا تنادي تتعب ديما تقعد هي تجري ورا حاجتها الياء حرف نداء مثلا نادية علاش مش نادية على الخير علاش مش نادية لازم تنادي للمشاكل فما عبد هو ينادي للمشاكل يحب تجي إذا خليها تولي هي دلالة نداء صحيح أما علاش ما تناديش للقريب علاش ما تناديش لأهدافها علاش ما تناديش لطاقتها الإيجابية لروحها هي أنها تكون نسخة أفضل من هذه الكل وتنادي للأشياء الجميلة الكل على الأرض على الأرض. دونك احنا إلسوفي راهو ناخذ الأمور كيما ربي سبحانه قال لنا أن نحسن الظن أيوة به أن نحسن الظن ولمنه بالحاجة اللي هي راي باهية تلقاها باهية ما تلقاش العكس. مثلا كيما قلت لك اسم من الأسامي مثلا آدم اللي هي زاد عليها بوليميك الدم والدرشنو حاجات ما تتقالش الصباح فهمت لكن آدم هو ربي اصطفاه وهو سيد الخلق وعلم آدم الأسماء كلها فكيف يمكن أن يكون آدم اسم خايب؟ راه الملائكة كي بسم الله الرحمن الرحيم قال أفتجعل فيها من يسفك الدماء من يهلك في الأرض ويسفك الدماء هو يحكي على الإنسان الصفة هو ما قالش اللي آدم باش يسفك الدماء كل حاجة لازمنا نفرقوها على بعضها. إذن أحسن الظن بالله وكل طاقة اسم راهو أكيد والديك حبولك بها الخير وأنت كي تقول اسمك وفاء ولا اسمك مروان كي تقول النون هذية هي الفرج كي اسمك نادية تقول أنا باش نادي للحاجات الجميلة حط فين تحب أنت وعز نفسك تصيبها وفيت نحكي أي سيدي فما طلب على اسم تيم 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 أي ولد المخرج نتاعنا التاء من شنو؟ من التراب من التوبة من الصلاح من الولد الصالح الميم من المال من السيادة من النجاح محليه اسم تيم محليه تيم محليه تيم هو كله طاقة إيجابية. هذا المخرج اسمه سمير ما؟ لا مش سمير زرقاء
أيمن هو اسمه. أي أيمن التو كنت نحكي عليه. أيمن اللي هو اسمه بالألف. اللي هو كل ربي بالفرج معني ربي فرج عليه ربي إن شاء الله ديما أيمن ديما قدامه محلولة. ميم المال والنون يعني كل ما هو أنه يكونك القائد. هو ديجا هو مخرج بيان سور هو مخرج وطموح وربي إن شاء الله يعطيه أكثر من اللي تتمنى. ربي يعطيك ما تتمنى أنت وتيم واللي تحبهم الكل. عندكم اسم آخر خندل لكم ها قمر وي قميرة. انا بنت خويا اسمها قمر. من الحاجات فور اكزامبل اللي تعمل بوليميك كيما قلت لك خذيتها وما اقتنعتش اللي يقول لك قمر قميرة ولا قمر فيها المر. عليه اي والله فيها المال الرزق وفيها الرزق وفيها كل شيء والجمال وكل قمرة هذيك القميرة والبيوضية والزين. ودي ما اسمهم قمر محليهم محليهم. أنا قلت لك بنت خويا اسمها قمر وإحنا اخترنا لها وإن شاء الله يفضل سلام عنده. زيدة المعنى هو القمر وما أدراك. أنا كي جبت بنتي أنا عنا غنية غالية حبنا نسميوها غالية لكن والدتي وأختي حبوا شهد وأنا حبيت نرضي والدتي سميناها شاهد. وش خير من الشاهد؟ عادل محليه في هذية ما حبش يقول ليلة حتى شاهد. أما كي قيدها قيدها شهد الغالية. يا محليه الاسم عملها تعرف شهد عسل أكل غالية من الغالي وأنها تكون عزيزة وغالية. حتى كي يقولها شهودة شهد الغالية يقول ما كمش عاملين عليها مزية في المضمون. يا حلوة برشا يعطي صحة يا عادل المضمون عرفت. شكرا على القهوة عزيزتي ياسر بنينة. يوسف وآخر طلب معاش نقلقك. لا 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 مرجنيها القهوة. نو 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 ما فما حتى تقلق يوسف بليزير الجمال. انزي قطعت يديها من زينو. ادخل علينا السيادة ادخل علينا الجملة الشهيرة والله العظيم. السي من السيادة الفاء من الفرج. ياسر حلو الاسم يوسف. ربي فضل يوسف والزين فيكم والزين وراهو نبي من الأنبياء والزين اللي فيه وسبحان ربي أول حياته كان يعني كما نقولوا صعبة نوعا ما فكان من كان عزيز مصر والله. احنا تلمو تفرجنا فيه يوزرسي حافظينه حافظينه. يوسف جميل جدا جميل يوسف. جدا يوسف والاسامي كلها حلوه المعاني نتاعهم كي تكون باهيه كونوا مطمئنين باهية. وحتى كي يبدا في الدراسات فيها كذا يقولوا لا انا الاسم نتاعي محلي باش نعمل دراسه جديده وباش تكون اكسكلوزيف ليكم انتوما. شيراز نصيري قريبا على طاقه الاسماء يكمل الكتاب نعديو الكتاب ونقول لكم عليه. يعيشك الصحة ربي يخليك شيراز. ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد ليالي وانتي زيدة. نخرجوا بوب وهنا راجعين.